أهلا بكم. 9 سنوات، 9 سنوات مرت على بداية تدمير الموصل وتسليمها لداعش لتكون بداية لتدمير المدينة فيما بعد وفق سياسة الأرض المحروقة التي استخدمتها قوات التحالف الأمريكي والحرس الثوري الإيراني أيضا والميليشيات التابعة له تحت مسمى الحشد. فصارت المدينة بعد 3 سنوات من القصف المستمر وخاصة المدينة القديمة صارت أثراً بعد عين لتخلف عشرات الآلاف من القتلى من المواطنين المحاصرين تحت ركام المباني والمنازل، بالإضافة إلى العدد الكبير من الجرحى ونزوح عشرات الآلاف من المدينة إلى خارجها. وها نحن نشهد مرور 9 سنوات على دمار المدينة من غير أي خطط لإعمارها. نضع مشاهدينا الكرام تحت الضوء أسباب إبقاء المدينة، مدينة الموصل، حبيسة الخراب من غير إعمار، ولماذا يراد إبقاؤها مدمرة على هذا الحال مع وجود الميليشيات فيها ومضايقة أهل المدينة وإجبارهم على دفع الإتاوات لما يعرف بالمكاتب الاقتصادية، ولماذا لا يتم تهيئة الأمكنة المناسبة لإعادة النازحين للمدينة ويبقى الأهالي وسط دائرة الاتهام بالانتماء لداعش ووسط التغييب القسري والتنكيل ولإحداث التغيير الديمغرافي؟ وكيف يوصف موقف المجتمع الدولي تجاه هذه المدينة وأهلها؟ سيكون معي في هذه الحلقة كل من الأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأيضا سيكون معي الدكتور يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. دكتور يحيى مرحبا بك. أهلا ومرحبا بك وبضيفك الكريم أستاذ عبد القادر النايل. أهلا بضيوفي الكرام. إذا مشاهدينا الكرام قبل أن نبدأ الحوار نشاهد هذا التقرير، كونوا معنا. في مثل هذه الأيام من عام 2014 سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل ثاني أكبر محافظة العراق ليتمدد على نحو ثلث مساحة البلاد في مشهد أظهر عجز الجيش والقوات الأمنية التي أسستها حكومات الاحتلال لانسحابها السريع والمفاجئ وتسليم المدينة، إلا أن تداعيات هذا الحدث خلفت فيما بعد عشرات الآلاف من القتلى العراقيين وارتكاب جرائم حرب مروعة فضلاً عن تشريد الملايين خارج مدنهم. الولايات المتحدة الأمريكية تابعت هذا الحدث الكبير لكنها لم تحرك ساكناً لصالح العراقيين وانتظرت حتى تمام المهمة لتعلن بعد ذلك عن تشكيل تحالف دولي للقضاء على التنظيم بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية وميليشيا الحشد التي تأسست بحجة استعادة المدن المنكوبة، ليبدأ مسلسل آخر من معاناة أهل تلك المدن بعمليات الخطف والتغييب القسري والتغيير الديمغرافي وسط حملات من النزوح والتهجير الطائفي. العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدن المنكوبة في 2017 خلفت دماراً هائلاً يقدر بأكثر من 88 مليار دولار أمريكي وفقاً لوزارة التخطيط، فضلاً عن الخسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة، فيما قال محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي إن محاكمة نور المالكي لمسؤوليته عن تسليم مدينة الموصل إلى تنظيم داعش كان يفترض أن تتم عقب إعلان استعادة المدينة مباشرة وسط اتهامات وانتقادات لسلطة القضاء بالمماطلة في القبض على المتهمين ومحاسبة أبرز المتورطين بهذه الجريمة وعلى رأسهم نور المالكي الذي كان رئيسا للحكومة آنذاك بجانب قيادة أمنية وعسكرية. مع مرور 9 سنوات على أحداث الموصل إلا أن جثث القتلى لا تزال تحت الأنقاض ولم تتقدم الحكومة خطوة واحدة في ملف إعمار المدينة المنكوبة ولم تنهي ملف النازحين منذ سنوات،
بل إن الحكومة وميليشياتها حولت قضية الموصل إلى صفقات تربح سياسي واقتصادي على حساب سكانها، مع استمرار سياسة التهميش والتحريض على سكان المدينة بخطاب الكراهية الذي تتخذه الحكومات المتعاقبة منهجا لها منذ 2003 وحتى اليوم. أبدأ معك أستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ عبد القادر، لو استذكرنا ما جرى وحصل عام 2014، تسليم الموصل لداعش، الذين بحسب شهود عيان يقولون إنهم بضع عشرات أو بضع أفراد دخلوا إلى المدينة بالبيكابات بسيارات مدنية، وأدى بالتالي إلى انسحاب كبير لجيش مدجج بالسلاح، بالجنود، بالعتاد، بالصواريخ، بالقذائف، بالدبابات، بالطائرات، بالمروحيات على هذا النحو السريع والكبير. كيف نستذكر ما جرى عام 2014 عندما شهدنا ما يسمى بهروب الجيش أو انسحاب الجيش أو بأوامر بسحب الجيش وبالتالي استيلاء داعش الإرهابي على المدينة؟ تحية لك دكتور سمير ولضيفك الكريم العزيز الدكتور الشيخ يحيى السنبل ولمشاهديكم الأفاضل. إذا ما رجعنا إلى خلفية سقوط الموصل وما جرى عليها من 9 أعوام مضت، وهي أعوام مريرة مليئة بالمعاناة، نجد أنها قد تعرضت إلى مؤامرة كبيرة، وهذه المؤامرة حقيقة يعني نسجت خيوطها المظلمة في إيران، وكان ترتيب هذا السقوط هو للحرس الثوري الإيراني بقيادة المجرم الإرهابي قاسم سليماني. وبالتالي عملية الانسحاب المدبر أصبحت معلومة للعراقيين جميعا، ولا سيما أن بعض الجنود قد أفرجوا عن الفيديوهات التي صوروها أثناء انسحابهم، وقد ظهرت جليا بشكل واضح تماما أنهم حتى لم يكن هناك أي نشاط عسكري أو مسلح في بعض الأحياء وانسحبوا منها وانسحبوا من قواعدهم. والمعلوم تماما أن الجيش إذا هزم أو قرر الانسحاب ففي العلم العسكري يتم تدمير كافة الأسلحة والأعتداء حتى لا تقع بأيدي الخصوم أو الأعداء، وهذا كله لم يحصل، إنما تركوا بهذه القضية بشكل واضح تماما لأن يدخل هؤلاء. وبالتالي نتكلم عن ثلاثية المؤامرة ما بين السلطات الموجودة، سلطات المالكي في العراق وإيران ونظام بشار الأسد. ولذلك نحن في العراق في بداية 2014 لم تكن هناك وجود لداعش أو لتنظيمهم، وإنما دخلوا من سوريا، وبالتالي كان لا وجود لأي نشاط لهم سوى أن العشائر كانت حقيقة ترسل الجنود الذين يسلمون أنفسهم في الأنبار بالزي العربي إلى مناطقهم ولا أهليهم سالمين، مع أنهم كانوا يستهدفون العشائر لصالح نور المالكي. وبالتالي هذه حقيقة أحرجت المالكي وأحرجت حتى المجتمع الدولي، مما دعاهم إلى نسج بعد 6 أشهر مؤامرة واضحة لتسليم العراق بغية الإجهاز عليه والاستعانة بتحالف دولي وحتى يتسنى تنفيذ ثلاثية الأهداف لإيران وجماعاتها في العراق. وبالتالي حرف البوصلة من ثورة شعبية كبيرة في سوريا تطيح بأهم حليف لإيران إلى معركة دولية موجودة على أرض الموصل وعلى أرض العراق. لذلك كان الانسحاب مدبرا ومعلوم تماما مهد من يقود هذه القطاعات العسكرية، سواء كان مهد الغراوي المرتبط بالمالكي أو علي غيدان. وإذا ما كشفنا يعني التقرير الذي وقع من لجنة الدفاع البرلمانية في ذلك الوقت بتحقيقات الموصل، وهم يعني استمعوا لشهادات قيادات العمليات وقيادات العسكر والأجهزة الاستخبارية واستجوبوا الدفاع والداخلية، خلصوا بإدانة المالكي بأنه هو من سلم الموصل بغية تحقيق أهداف
يعني أخرى خارجية وداخلية، وبالتالي كان الهدف الأساسي هو الإجهاض على محافظة تمثل أكبر ثاني محافظات العراق من حيث التعداد السكاني. أستاذ عبد القادر ابقى معي لو سمحت. دكتور يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، مرحبا بك مرة أخرى. ما جرى في الموصل؟ لماذا تم اختيار هذه المدينة لتدمر منذ 9 سنوات على بداية دمار الموصل وتدمير الموصل بما يسمى بسياسة الأرض المحروقة، التي جاءت هذه المرحلة بعد مرحلة تسليمها لزمر وفرق تسمى بداعش، وهي فرق مثل ما وصفها الأستاذ عبد القادر النايل، تم جرها أو تم تصديرها من سوريا، وخاصة بعد ما جرى من أحداث في سوريا عام 2011، لتكون هذه الكارثة هي كارثة مفتعلة. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ أحييك وأحيي ضيفك الكريم ومشاهدي قناة الرافدين الكرام، حياكم الله أستاذ. نعم دكتور. وصل هو أشبه بضرب قنبلة ذرية مثل ما ضربت الولايات المتحدة هيروشيما ونازاكازي في اليابان. نعم. وقد تم تدمير هذه المدينة عن بكرة أبيها بواسطة تحالف دولي سيظل العار ملاحقا لأمريكا ولحلفائها ولإيران الذين اختاروا تدمير الموصل ومواجهة منظمة إرهابية لا تملك صواريخ أرض أرض ولا تملك طائرات ولا تملك بوارج حربية، وإنما كانت الحجة واضحة لإعطاء المسببات لتدمير هذه المدينة التاريخية العريقة التي هي خزان الرجال وهي خزان الفرسان الذين قاوموا وقاتلوا العدو الفارسي طوال 8 سنوات، وكان لها الدور الكبير بتخريج هؤلاء الرجال من الضباط. وتم تدمير هذه المدينة على مراحل كما تذكر، ولكن أبقيت على هذه الحال وكأنما هناك مخطط مرسوم لجعل الموصل كما هي غزة في فلسطين، فالموصل هي غزة العراق، وما زالت المؤامرة عليها وعلى أهلها في حصرها في مساحة معينة لا يسمح حتى لأهالي الموصل بالبناء أو التمدد خارجها، لذلك ما زالت المؤامرة قائمة ولم يسمح لأهالي الموصل إلى حد هذه الساعة إلا القليل بعد أن يدفع الأتاوات ليعيد بناء دكتور يحيى بيته. أو تم صناعة يعني عبر الترسانة الإعلامية الحكومية، والتي بحسب وصف إعلاميين وصحفيين عراقيين أنها تتبع لأحزاب في العراق، تم صناعة بروبوغاندا إعلامية لتجريم أو لشيطنة المجتمع العراقي من الداخل، أي جعل هناك نوع من التحفيز لعسكرة ضد الطرف الآخر وعلى نمط طائفي، مثل ما جرى في سبايكر وأحداث سبايكر. دائما أصبح موضوع سبايكر هو التحفيز السلبي للشحن الطائفي ضد المجتمع العراقي بشكل سلبي. عسكرة المجتمع، لماذا اختاروا الموصل من أجل عسكرة المجتمع؟ وبالتالي يعني صار اتهام هذا المجتمع، المجتمع الموصلي، بأنه مجتمع يحتضن إرهابيين غايتهم الهجوم على المدن التي فيها أضرحة، غايتهم قتل الشيعة في العراق، وبالتالي دائما اتخاذ موضوع سبايكر هو إعادة للشحن الطائفي على لسان هذه المؤسسات الإعلامية. لماذا من وجهة نظرك اختاروا هذه المدينة تحديدا لتكون هي الهدف؟ مدينة الموصل هي تعتبر المدينة الثانية بعد بغداد العاصمة من حيث عدد السكان، وهي تنتمي إلى المكون العربي السني، لذلك اختير عملية تدميرها لضرب هذا المكون بشكل كامل. ومهما عملوا من بروغندا في
إعلامية من أجل نشر صور حول واقع المجتمع الموصلي أو المجتمع العربي السني، إلا أنه قد انكشف زيف كل ادعاءاتهم، وحتى قضية سبايكر فيتحملها الحكومة العراقية والمسؤولين الأمنيين فيها، لأنهم كانوا داخل معسكر محصن وكان حمايتهم. والآن بعد أن ظهر بأن حتى المنظمات الإرهابية هم متعاملين معها، وهم من صنعوها، وهم من جهزوها، فما زالوا هم يتحملون المسؤولية كاملة، سواء أمام المجتمع الدولي والقانون الدولي وأمام العالم أجمع وأمام الله وشرائع الأرض والسماء. لذلك العرب السنة لم يقوموا بقتل هؤلاء ولا بخلق حالة من الحالات الطائفية للثأر أو الانتقام. هؤلاء جنود، وقد حتى في سبايكر إن المئات منهم قد آووهم أهالي تكريت وأهالي القرى القريبة، وقد أوصلوهم إلى ديارهم. وهذا الرقم أيضا الذي يذكروه هو رقم كاذب، لا وجود لهذا الرقم، بوجود 1700 أو كذا، هذا الرقم غير موجود. نعم. يعني هذا الرقم، ولكن تم صناعة أيضا تم صناعة به. هذا الأمر بإتقان، تم صناعة هذا، نعم. هذا الأمر بإتقان عندما يقومون، نعم، بقتل، نعم، جنود من شيعة العراق ويرمونهم في النهر بهذا، نعم، الشكل، لتكون هذه بحسب ما يرى يعني صحفيون وإعلاميون عراقيون، بأن هذا الأمر كل مرة يجدد وتنشر هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليظل هذا الشحن الطائفي وهذا الـ يعني صناعة الأعداء من الداخل، أن يشعر العراقي من الطائفة المعينة أنه مهدد بحياته، مهدد بالقتل، مهدد بقتل أطفاله، مهدد بقتل الأجيال القادمة. لذلك يظل هو مناصرا للأحزاب المستفيدة من هذا الأمر. العراقيون بالتأكيد هم بريئون من كل ما اقترف من جرائم. ليس هناك عراقي يقتل أخيه أو أخاه العراقي، أبدا لم يحصل في تاريخ العراق. نعم، ولكن هذا هو مخطط فارسي كبير أو مخطط إيراني، لكنه مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية التي وفرت هذا الغطاء لإيران للسيطرة على العراق، وأيضا مدعوم إقليميا من قبل أنظمة حاقدة على العراق وتريد تمزيق النسيج المجتمعي العراقي. لذلك عندما تخلص لجنة من داخل البرلمان أو داخل الحكومة، الحكومات اللي في ظل الاحتلال وفي ظل السيطرة الإيرانية، إلى المسؤولية عن هذه المجازر وعن تسليم الموصل وعن وصول ما حدث في كل ما جرى سواء في الموصل أو صلاح الدين أو الأنبار، فهذا يؤكد بأننا ولم يتم محاسبة أحد. هذا يدعو إلى تشكيل لجنة دولية للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دعت هؤلاء للدخول. نعم دكتور يحيى، فيما يخص سقوط الموصل وفيما يخص قتل سبايكر، هذه اللجنة الدولية، نعم. هذه اللجنة الدولية طبعا هذه نقطة مهمة دكتور يحيى، اسمح لي فقط أن أنتقل بالسؤال للأستاذ عبد القادر النايل. نريد أن نعرف أستاذ عبد القادر، يعني هل سلمت الموصل وفق صفقة دولية أو صفقة إقليمية، وفق ما يعني حللتم الموضوع من أن ما جرى في الموصل هو بالضبط حدث بعد ما جرى في سوريا؟ يعني واضح تماما أنه بقاء المنطقة على كف عفريت وبالتالي بقاء النزاعات داخلها هو له أهداف ثلاثية. هذه الأهداف اتفقت جميعها على عدم استقرار العراق والمنطقة في ولا سيما سوريا. حقيقة التقى المحور الشر الأساسي والحقيقي ما بين الكيان الصهيوني المتمثل بما يسمى إسرائيل حاليا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي جميعهم يعلمون تماما أنهم يهندسون عدم استقرار المنطقة لتحقيق مآرب كبيرة. من هذه المآرب وتقسيم المنطقة، التشجيع على هجرة الكتلة الصلبة التي ترتعب منها إسرائيل مستقبلا، وبالتالي تحقيق مبدأ انتشار الميليشيات وإخضاع الآخرين للتطبيع، وكل هذا حقيقة في سيناريو كبير تماما
فضلا على حقيقة إشغال المنطقة بهذه الصراعات الداخلية من أجل أنشطة كبيرة تماما، سواء تتمثل ببيع الأسلحة لدول أخرى تخشى وصول عدم الاستقرار والانهيارات الأمنية داخلها، فضلا عن أمور أخرى كثيرة. لذلك حقيقة القضية تتعلق بأولا أهداف خارجية أعطيت أو أوكلت المهمة إلى إيران، كما معلوم تماما أنه منذ احتلال أمريكا للعراق هناك كانت تفاهمات إيرانية أمريكية في السويد، وبالتالي نتج عنها على تشكيل غرفة عمليات، وكان يحضرها قاسم سليماني وغيره من ضباط الحرس الثوري الإيراني للاتفاق على ما بعد الاحتلال من أجندات كبيرة، منها الحرب الأهلية داخل العراق، تقسيم العراق، وبالتالي الذهاب إلى أجندات أخطر مما موجود. لذلك عملية الموصل هي كان لها تخطيط دولي وتواطؤ واضح تماما للمجتمع الدولي وتنفيذ أيادي إقليمية. طيب عبد القادر، يعني الكثير من المحللين تطرقوا إلى موضوع أن الموصل لغة خصوصية اقتصادية، بالتالي هناك مصالح إيرانية ومصالح أمريكية وربما حتى مصالح إقليمية أخرى تتفق مع ما جرى فيما يخص موضوع الغاز ومد الأنبوب من إيران حتى البحر الأبيض المتوسط. هذا الأمر ما مدى واقعيته بالنظر إلى ما جرى منذ عام 2014 وحتى الآن؟ إذا نظرنا بطريقة حيادية لتسع سنوات ما جرى في الموصل، نحن في السنة التاسعة، في الذكرى التاسعة، وعندما نرى أن هناك تعمد للسلطات الحكومية والحكومات المتعاقبة على عدم إعمار الموصل، على عدم رجوع أهلها، ونشاهد الأحداث الميدانية على أرض الموصل، نجد أن هناك ثلاثة مسارات يخطط للموصل أن تكون، ومن ضمنها يعني طرق فرعية أخرى أو مصالح أخرى. هذه المسارات سياسية واقتصادية وحقيقة تغييرا ديموغرافيا. أما السياسي فالولايات المتحدة الأمريكية وإيران تبحث عن تدمير هذه الخزان البشري للمكون السني، كما أشار ضيفك الكريم بأن الموصل هي ثاني أكبر محافظة على مستوى العراق وكلهم من السنة، وبالتالي هي تعتبر عاصمة المكون السني من حيث التعداد السكاني وما فيها من مدن كبيرة تماما، فضلا عن موقعها الجغرافي المميز. لذلك هناك يعني أهداف سياسية، هذه الأهداف السياسية تتمثل بأولا مد طريق حريري يرتبط من إيران، والآن هذا الطريق فعال وشغال، وبالتالي تكون له عدة طرق. لذلك حقيقة اتفقوا مع جميع المتناقضات وجمعوهم في نينوى الموصل، رأينا كيف يتم دعم البكك الإرهابي حزب العمال وتسليمه قضاء سنجار، وهناك أنفاق كبيرة تربط الأراضي العراقية بالأراضي السورية تحت الأرض، يتم فيها دخول سيارات وشاحنات تنقل فيها المخدرات والأسلحة وعناصر الميليشيات بشكل متبادل تماما، فضلا على أنه المحور الاقتصادي هو محور مهم. هذا المحور يتكون من شقين، الشق الأول شق دولي وهو مد أنبوب الغاز من إيران باتجاه البحر الأبيض المتوسط، لأنهم يريدون طريقا أكثر اختصارا، وقد رأيتم أن ما من إيران باتجاه ديالى جرى تهجير مناطق وقرى. أستاذ عبد القادر، العراق في ذلك الزمان 2014 القوات الأمريكية انسحبت منه انسحابا لنقل شكليا أو أمام العالم، يعني كيفما تصفونه فصفوه، يعني بعد عام 2011 العراق في ظل حكومات نصبها الاحتلال الأمريكي، ما الداعي لتدمير مدينة في حين تستطيع القوات الأمريكية بقواعدها بوجودها أن تقيم هذا المشروع الذي فيه المصلحة الأمريكية والإيرانية المشتركة؟ أولا هناك لابد أن يكون عزل لبعض المصالح، هناك نعم مصالح مشتركة كما قلت لك سياسية حتى الكيان الصهيوني يشترك فيها، وهي تهجير الكتلة الصلبة وتدمير المدن التي تشكل حقيقة موقفا حازما باتجاه القضية الفلسطينية، فضلا عن
عدم استقرار العراق. أما المصالح الاقتصادية الإيرانية ومصالح التوسعة الإيرانية، هذه مصالح ربما تختلف مع الولايات المتحدة قليلا فيها، لكن لا يتعارضون. ثلاثة، والأهم من هذه القضية، لماذا أمريكا لم تستخدم سلطتها؟ ما أمريكا استخدمت جميع أنواع سلطاتها للوصول إلى هذه الأهداف وفشلت عبر المقاومة العراقية الحقيقية البطلة، وبالتالي كان للموصل دورا مقاوما ضد الوجود الأمريكي. الأمريكان فشلوا، ولذلك ذهبوا إلى تأسيس نزاع داخلي لحروب أهلية وصول لهذه الأهداف. نعم. الأمريكان لم ينجحوا سابقا بمعارك ضارية، واستخدموا كل أنواع أسلحتهم والمحرمة والطائرات وعمليات الاستخبارات، وتعلم تماما أنه جهاز CIA هو أكبر جهاز في العالم. كل هذا لم يفلحوا في عملية الوصول إلى ما يصبون إليه وما يريدونه من عمليات حقيقة كبيرة لتفكيك الموصل لهكذا إطار. لذلك ذهبوا باتجاه إنتاج حلقة الحرب الأهلية للوصول إلى أنهم ليس بأيديهم ينتهكون حقوق الإنسان، ولذلك استخدموا الجزمة المرتبطة بإيران وميليشياتها للوصول إلى هكذا أهداف، وبالتالي يتم تعليق على كل هذه الجرائم من انتهاكات، من تطهير عرقي، من إخفاء، من قتل خارج، يتم تعليقها على هؤلاء وليس على الولايات المتحدة الأمريكية. إذن قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني مشاهدينا الكرام، وننتقل بالسؤال إلى الدكتور يحيى السنبل، نشاهد هذا التقرير المصور. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة. 9 سنوات مرت على دمار الموصل منذ عام 2014، وإلى الآن الموصل لم تعمر. في محورنا الثاني نتساءل لماذا يراد إبقاء الموصل القديمة مدمرة جثث متيبسة تحت الأنقاض، وكذلك ملف النازحين ملف معلق. البعض يقول بأن الموصل أصبحت عبارة عن مادة لصفقة سياسية على حساب سكانها. نبدأ بالسؤال بهذه المحور الثاني للأستاذ الدكتور يحيى السنبل. دكتور يحيى، هل فعلا يراد جعل الموصل مادة لصفقة أو صفقات سياسية على حساب سكانها؟ أنقاض، خراب، يراد إبقاء الموصل مدمرة إلى الآن؟ هناك بروبوغاندا إعلامية وماكينة إعلامية تعمل على الترويج بأنه لا يستحق أهل الموصل أن يتم إعمار مدينتهم مرة أخرى، لأنهم كانوا حاضنة لداعش ولا يزالون هم حاضنة لداعش. ملف النازحين يبقى معلقا لأنه لا يستحقون أن يعادوا إلى المدينة لئلا يكونوا مرة أخرى مادة لإنتاج إرهابيين. هذه البروبوغاندا التي تطلقها الماكينة الإعلامية التابعة للأحزاب في العراق، ما علاقتها بإبقاء المدينة خربة ولا يسمح بإعمارها؟ ما يطلقه هذا الإعلام الحاقد هو
إعلام موجه ومضاد سواء ضد أهل الموصل أو ضد العراقيين بشكل عام. وعندما لا يعاد إعمار مدينة الموصل أو السماح لأهلها بإعادة إعمار بيوتهم ومحلاتهم، يراد منهم أن يتركوا هذه المدينة ويغادروها من أجل تنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي. والموصل حتما هي ستكون ورقة ضمن صفقة سياسية تمارسها القوى الدولية سواء تجاه العراق أو وعلى حساب سكان الموصل، وهو ما نلاحظه عندما لا يسمح حتى للنازحين بالعودة إلى مناطقهم. فما زال النازحين من الموصل وغير الموصل طوال 9 سنوات هم في مخيمات لا ترتقي إلى أي حد أدنى من العيش الكريم الملائم للإنسان. ولكن مع ذلك فإن أهلنا في الموصل ومن جرف الصخر وديالة وصلاح الدين ما زالوا يتحملون هذه الظروف حبا بمدنهم وبمناطقهم، وسيعودون إليها رغم أنوف هؤلاء الحاقدين وصفقاتهم. لذلك المخطط الأول هو حالة الملل تجاه السكان في سبيل أن يتركوا مناطقهم أو يتركوا الموصل للمغادرة للعيش في مدن أخرى. والمخطط الثاني كما أشار الأستاذ عبد القادر النايل، هناك مخطط اقتصادي يقصد منه سواء أن ترتبط الموصل بأجندة خارجية خبيثة مثل ما ارتبطت سنجار، ومثل ما تؤمن مناطق أخرى لصالح المشروع الإيراني الذي كان الكثير من المراقبين السياسيين يتصورون بأن إيران هي أداة لأمريكا، ولكن ظهر في بعد فترة بأن أمريكا هي أداة لتنفيذ المشروع الإيراني، وأن هذه الدولة التي تتحدث بأنها القطب الأول أو القطب الأوحد في العالم تجلس ذليلة خانعة أمام الشروط الإيرانية، وتتوسل إيران في توقيع اتفاقات معها. لذلك هذا المخطط موجود ضد مدينة الموصل، وهناك بالطبع عملية مقصودة في عملية عدم إعادة الإعمار. وما تشاهده من إعلام لربما يظهرون تأهيل كنيسة وتأهيل مسجد على حساب منظمات دولية أو تبليط شارع، كل ذلك لذر الرماد بالعيون. أما المواطنين فهم غير قادرين أبدا على بناء بيوتهم. نعم، ولم يستلموا أي تعويضات. يتحدث يقول لو أن هناك جدية فعلية في أو نية في إعادة إعمار الموصل لكان تم محاكمة من سلم المدينة لداعش من الضباط ومن المسؤولين ومن السياسيين وعلى رأسهم نوري المالكي، ولكن أن الموضوع ليس له علاقة بنية لإعادة إعمار المدينة، لأنه يراد أن تظل المدينة على هذا النحو. يا ترى يعني عندما نتحدث عن الإصرار على إبقاء المدينة بهذا الشكل، ما هي الفائدة الإيرانية من جعل المدينة بهذا الشكل؟ وكما هو معلوم أن هناك دور كبير لإيران من خلال الميليشيات المدعومة من إيران، ما هي الفائدة الاقتصادية السياسية التي ممكن أن تكون لصالح إيران من إبقاء المدينة على هذا النحو؟ الآن المدينة خاوية من أهلها وهم في مخيمات النزوح، والمدينة مدمرة وتسيطر عليها الميليشيات، والميليشيات بالإضافة إلى مكاتبها الاقتصادية في داخل الموصل الذي تفرض الأتاوات على أهل الموصل الباقين في مدينتهم، فإنها أيضا تمارس عمليات سرقة الموارد من كبريت ومن نفط عينزالة ومن غيرها، كلها لصالح إيران وبرعاية أمريكية وإقليمية وواضحة. لذلك الفائدة الاقتصادية إيران التي تقول الولايات المتحدة إنها تفرض عليها حصارا، هذا كلام كاذب. كل موارد الدولة العراقية أول ما تقر الموازنة تذهب جزء منها إلى إيران، وإيران هي تسيطر على كل مفاصل الدولة العراقية ووزاراتها ومقاولاتها واستثماراتها،
لذلك الموصل نعم هي الآن تحت القبضة الميليشياوية الخاضعة لإيران، وإيران مستفيدة اقتصاديا، ولربما سيكون عبرها كما أشار التقرير بأنه تكون ممر للغاز الإيراني باتجاه البحر الأبيض المتوسط، أو إنها ستكون النقطة الأخرى لخزعبلات إيران مثل ما تكتب في سنجار وغيرها بأن سنجار هي مدينة إيرانية وليست مدينة عراقية، وهذا يعني شيء لم نكن نسمع به سابقا، أن تكون هناك مدينة داخل دولة تعود إلى الدولة الفلانية. لذلك عملية تدمير الموصل والإبقاء على هذا الوضع هو للوصول إلى نقطة أن ييأس أهلها من العودة إليها ومن إعادة إعمارها ومن العيش الكريم فيها، ليتم تركها أيضا لإحداث التغيير الديموغرافي التي تسعى إليه إيران، ولإحداث أيضا صفقة سياسية إقليمية مع جهات أخرى إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تثبيت ركائز الحكم الإيراني في هذه المناطق، أو للمشاركة في مواردها مع جهات إقليمية ودولية أخرى. ابقى معي دكتور يحيى، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد القادر، هل وصلت فعلا الموصل إلى مرحلة تثبيت الركائز الإيرانية فيها؟ هل وصلت إلى مرحلة نجاح مشروع التغيير الديموغرافي فيها، وخاصة أن كثير من الشهود العيان داخل المدينة سواء كان في الجانب الأيمن أو الأيسر يقولون هناك شعائر ما كان الناس يعني يرونها أصبحت الآن في الموصل تشكل أمرا طبيعيا وعاديا؟ هناك أناس يختلفون عن أهل الموصل الأصليين، هل هذا الأمر يعني ويعطي إشارة إلى أن المشروع الديموغرافي نجح في هذه المدينة وتحققت الأهداف هناك من قبل الدول التي عملت وخططت منذ ما قبل عام 2014؟ يعني لا نستطيع أن نقول نجحت، لأن شعب الموصل لا زال يقاوم بشتى الوسائل، وهي أحدى التغييرات التي أشار إليها ضيفك الكريم بالتغيير الديموغرافي، التغيير الهوية الثقافية للمدينة بالضبط. ولذلك هم يسارعون في إبراز هكذا طقوس لا علاقة للموصل بها، إنما فرض شيء آخر. ولدي طبعا كتاب رسمي سري صادر من أحد هيئات النزاهة يخاطب أن معاونا لمدير عام جرى منح آلاف الهويات لبطاقة السكن داخل الموصل من خارج الموصل من أجل استلام قطع أراضي، وإذا هذا إذا كان وهو بصفة سائق لمعاون مدير في صحة الموصل، فكيف لآخرين فاعلين من خلال استيلاء قيس الخزعلي والعصائب على أراضي شاسعة بحجة الاستثمار في غابات الموصل وغيرها من المناطق؟ هناك أربعة ميليشيات رئيسية تتحكم بالمدينة. هذا كله لم يحدث لولا يكون هناك دعما غربيا، دعما أمريكيا بريطانيا فرنسيا. وهنا حقيقة لابد الإشارة إلى قضية مهمة، لماذا سياسيا إيران تريد الموصل ولماذا أمريكا تسمح بهذا التمدد؟ هناك طبعا على حساب مصالح الموصل ومصالح العراق الوطنية، هناك حقيقة خبثا أمريكيا يتغاضى عن المصالح الإيرانية الذي هو ربما لا يريدها 100% تتحقق لإيران، لأنه في العملية هناك عمليات مركبة. ولذلك لا زالت المؤامرة الذي أجدها أكثر خطورة على الموصل ليس بهذا كذا شعارات أو طقوس يراد من خلالها تغييرات معينة، لأن هذه الطقوس عندما يتم استعادة المدينة أو رجوع أهلها ستزول، وعندما يخرج الغرباء ستنتهي لا وجود لها، لأنها ليست ذات جذور عميقة في الموصل. هناك على سبيل المثال إيران مدعومة من مشروع فرنسي، ولذلك الرئيس الفرنسي قال حتى إن رحل حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية فإن القوات العسكرية الفرنسية لن ترحل من الموصل، وهذا ربما قل قليل من يسلط الضوء على هكذا قوات موجودة في الموصل. لماذا؟ لأن الفرنسيين اتفقوا مع إيران من خلال رعايتهم لمؤتمر بغداد أولا وثانيا على أن الحمدانية لابد أن تقتطع من الموصل لتكون محافظة مسيحية
خارج إطار دولة تحميها القوات الفرنسية، وقد أخذت الميليشيات المرتبطة بإيران والمرتبطة بالحشد الشعبي أخذت على عاتقها تهجير القرى العربية من الحمدانية وما حول الحمدانية بمسافة 5 كيلومتر وأرجعوهم إلى خيام النزوح. إذا نتكلم عن حتى الموصل، بدأت مراحل تقسيم الموصل، هناك مشروعا خبيثا خطيرا ربما مرعي دوليا بأيادي إيرانية. إيران تسعى الآن إلى أن تحول أو تقتطع قضاء تل عفر من الموصل وتجعله محافظة مستقلة للسيطرة عليه بإطار طائفي، بعد أن هجرت المكون الأغلب من التركمان السنة خارج العراق، ولذلك لأن فيه مطارا ولأن فيه عقدة الطرق المهمة التي ترتبط بحلب وترتبط بتركيا وحتى ترتبط بإيران. لذلك هذه المشاريع الدولية السياسية الاقتصادية الهادفة إلى التغيير الديموغرافي لها ما لها، ولذلك في الموصل يجري عمليات تدريب ممنهجة لنقل السلاح وتدريب عناصر حزب البككة لضرب تركيا من الداخل، وبالتالي بالتعاون مع دعم أمريكي داخل الشمال السوري لقسد بوجود 60,000 شاحنة محملة بالسلاح لتجنيد وضرب تركيا، لأنه حقيقة هناك مؤامرة كبيرة. إذن هناك مصالح من أجل حقيقة الوصول إلى مرحلة الحروب لتقسيم المنطقة، وبالتالي يغضون الطرف على تسليم إيران لمقدرات الموصل والسيطرة عليها. طيب. فلذلك كلها مجتمعة في استهداف الموصل وأهله. طيب أستاذ عبد القادر، سأعود إليك في السؤال عن المحور الثالث الذي سنتحدث به الآن مع الدكتور يحيى السنبل. دكتور يحيى، ميليشيات الحشد تم تشكيلها بعد فتوى الجهاد الكفائي وأصبحت الآن بحسب وصف الكثير من المحللين أصبحت الذراع المرادفة أو الرديفة للحرس الثوري الإيراني في العراق وفي المنطقة أيضا. هذا الأمر من المفترض أنه عندما بحسب وسائل الإعلام الحكومية والتابعة للأحزاب التي تحدثت عن أن هذه الميليشيات هي شكلت لردع داعش الإرهابي وإلى آخره، ولكننا نرى أن هذه الميليشيات ذراعها ليس فقط داخل العراق بل يمتد حتى إقليميا. هذا الأمر ما هو أو ما انعكاساته على الواقع العراقي والمشهد العراقي خلال المرحلة المقبلة؟ هل سيكون هناك حروب يزج بها العراق مثلا في الشمال، في سوريا، في غيرها من المناطق؟ حتما وصفة الحشد الشعبي هي وصفة مطابقة للحرس الثوري الإيراني ونسخة مستنسخة عنه، لذلك هناك تصنيع عسكري تابع للحشد وهناك قوة جوية تابعة للحشد، وأصبح الآن الحشد الشعبي هو القوة الأولى المسيطرة ويتبعه ما تسمى القوات النظامية، وإن كان أغلب عناصرها من الميليشيات من الجيش والشرطة الاتحادية، ولكن الحشد الشعبي هو المسيطر وهو صاحب القرار. لذلك فوجود الحشد الشعبي في العراق وامتداداته في الدول الإقليمية الأخرى، نعم هو لا يعارض أن يدخل العراق في أزمات أخرى سواء مع دول إقليمية، ومثل ما قام بقصف الكويت وقام بقصف محطة أرامكو أو محطة البقيق في السعودية، وثبت بأنها قد قصفت من منطقة البصرة ومن مناطق جرف الصخر، لا يمانع الحشد الشعبي من المشاركة في أي فعالية عسكرية خارج حدود العراق، وهناك يعني تصريحات رسمية من قبل قادة في الحشد يقول نحن نتبع المرجعية الإيرانية ولسنا نتبع القيادة أو القيادة العسكرية العراقية. لذلك الحشد الشعبي نعم مكلف بمهام ومهيئ لمهام، والحشد الشعبي فيه فصائل ثبت بأن أمريكا هي تقوم بدعم هذه الفصائل وتقديم المعونات المالية والأسلحة لها،
لذلك فوجود الحشد الشعبي بغطاء أمريكي نعم لتنفيذ مهمات سواء خارج الحدود أو لتنفيذ أيضا عمليات إجرامية بحق المكونات الأخرى من أجل تركيع العراقيين للسيطرة الإيرانية المطلقة كما يجري في كثير من المناطق. نعم واضح. أستاذ عبد القادر، كيف ينظر المجتمع الدولي إلى وجود ميليشيا متهمة بجرائم وانتهاكات ضد الإنسانية سواء في الموصل أو في صلاح الدين أو غيرها من المناطق، وهي إلى الآن تعتبر يعني بحسب وصف محللين سياسيين عراقيين وحتى إيرانيين يعني يعتبرونها الذراع الرديف للحرس الثوري الإيراني؟ يعني المجتمع الدولي قد رأيتم التواطؤ الكبير على الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبها أو ارتكبتها ميليشيات الحشد الشعبي بحق العراقيين، وكيف يلتقي أمينهم العام ببعض هذه الميليشيات، وبالتالي يعلم تماما أنهم انتهكوا القانون الدولي من خلال التهجير القسري، من خلال الإخفاء القسري للمواطنين. بالأمس القريب منظمة العفو الدولية أثبتت أن مسؤولية اختطاف 643 مواطن من الصقلاوية على يد الحشد وسمتهم بالاسم، وهذه لأول مرة حقيقة منظمة دولية تثبت جريمة الاختطاف. لكن رعاية الحكومة والسلطات الحكومية يؤكد تماما على أن هؤلاء محظيين إلى الآن بتواطؤ دولي لأجل استخدامهم في تنفيذ مآرب، منها تقسيم العراق، منها إلى أمور أخرى، وبالتالي يراد استخدامهم في حروب ونزاعات أخرى. لذلك القضية لا زالت طويلة في المنطقة، وإبقاء المنطقة على صراعات متنوعة هو الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية، وإيران طبعا تدعم بذلك حتى ينشغل الجميع بهذه الصراعات وتبقى إيران بعيد عنها الصراعات، وبالتالي تستخدم بهذا الإطار. لذلك الحشد رأيتم تماما كيف يتم تسويق السلطات الحكومية للاحتفال بما يسمى مجزرة سبايك، وبالتالي لم نشهد هذا الاستذكار للاختطاف والإخفاء القسري والقتل القسري للصقلاوية أو لغيرها. لذلك الأمور الطائفية بارزة بشكل واضح تماما، وعلى هذا الأساس يتكونون بهذا الإطار. لذلك لم يتكونوا بإطار وطني، إنما بقوا بإطارهم الطائفي المحسوب على فتوى هي بالأصل لم تذهب باتجاه إنتاج هذه الميليشيات، إنما دعتهم للتطوع وجرى استغلالها بشكل واضح، على أن مرجعية النجف أيضا سكتت، وبالتالي هذا السكوت يؤكد دعمها للجريمة المنظمة التي ترتكب هذه الميليشيات باسم هكذا فتوى. لذلك حقيقة الحشد يتغاضى عليه دوليا، وإلا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان كبيرة وواسعة ولا زالت مستمرة إلى هذه اللحظة، لكن هم يبحثون عن تقسيمات يسيطرون عليها من خلال هذه المدن معينة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تأمل من هؤلاء لأنه قد عملت معهم سابقا وقد دعمتهم كما ظهرت وثائق عندما استطاع ترامب إيقاف دعم البنتاغون لبعض الميليشيات ماليا، وقد كشف ذلك للملأ الجميع. ولذلك حقيقة الحشد لا زال يعمل على تجزئة وتقسيم وسيطرة مناطق معينة، ربما الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشاريع أخرى في هذا الإطار، لذلك تبقي عليهم. وقد رأينا الكتاب الأخير الذي سرب من وزارة الداخلية لتأسيس مديرية الشرطة من 6 أقضية من صلاح الدين تابعة إلى وزارة الداخلية، وهذا مخالف حتى للقانون. هذا يؤكد على أن هناك أيضا نية لتقسيم محافظة صلاح الدين. نحن أمام تطورات كبيرة تماما حقيقة من قبل هذه الميليشيات وغيرها بتواطؤ حكومي بشكل واضح. شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام فيها الأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، والدكتور يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. شكرا لضيفي الكريمين. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.